بلا هكا زيدي نحي لي شويه دم باش نشوفوا واش راهو صاري عندهم. يلا العزيزه. يا ترى واش هي تقول له؟ باينه بلي تعشق فيه. سلكها. انت ازاي تدخل من غير تستاذن؟ مولاتي دواره، راني ماشي على الخطه تاعك وتزوجت بوز اللوف. وين مشيت فيفي؟ ما راحت معاه هيدور. تقنيات طاكتا وتعلموها الى الملوك. انا ملك وعلى هضره كيما هادي نجم نطير لك راسك. هيا خدها وحدها واخد. اسمع نحي يدك عليها اخويا، احنا ما عندناش لي توشي انسانة. اروح خرج لي طابي خمس دقائق، انا ما نمدك اليوم. يو أنا فيفي بنت مسعود. انتي علاش درتي هكذا مهبولة؟ هذا الملك بوزلوف. كيفاش جاجة تعمل حاجة كيما هذه؟ خلاص بك الوالو. مولاي دقيقة ونرجع. مولاتي امسحي الارض ولا اليوم نبعثك عشان عند الحية. اسمحي لنا مولاتي، سمعا وطاعة. ما سمعتش. سمعا وطاعة مولاتي. مازال ما سمعتش. سمعا وطاعة مولاتي. راني نقول لك مازال ما سمعتش. سمعا وطاعة مولاتي. جماعة لازم نهربوا منا. باش نهربوا منا؟ ريس كبير وما راناش مابا في السيكتور تاعنا. مولاتي سموني مينو الكاتراس، كش ما يخصك ندخلوا للتاريخ، رانا هنايا. تاريخ؟ تسميوا لي قاعدة في تاريخ مولاتي؟ وجبتوا معاكم؟ جبنا كل خير كل خير. أنا جبت تاويل في ميجان وبريكي. 20 سنة صطاد. كوب داجيري. كوب دافريك حتى كوب ديمون. وانا عندي الاعلام مولاتي الاعلام. وين تروحي تلقايا في لي ماتش في الاعياد مناسبه في المريخ وتلقايا مولاتي؟ يا مولاتي يا اللوز ماشي هكذا يفتحوا الباب. ابتدائي سنه اولى مولاتي. لافابو خويا عرفتوا العفسه هذه؟
نينو على بالي بلي نتكل عليك حبيبي. انت فكر يا مات بكري يا اخو. قدامك او تفتح الباب مولاتي. واش كديري صبري صبري. علاش ما درتوهاش من الصباح وخليتونا نخرجوا؟ ايه انا قلت رانا في فيل مولاتي حلات لي. خلاص عليك مالكي ما صحابك خويا غير راح راه كني ما شفناك اليوم تعرفوا هذا شفناه هذا الواتش ليك نيجاتيف خويا حلو ببال المملكه يدور راي جايه بس يوفا واش وقر لي في ثاني مولاتي الريح بزاف والكاز راح يخلص افابو ولا شحال التليفون اوكي خو مينو افسخ افسخ تتانيت يسموني نضوي عليكم ليكيب انتوما خوتي ديماري 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 جابت غير بني حمها ودخلت لها بالدراهم مسعود مها ما تقلقيش دوك نروح نجيب بنتي ونعود نرجع للدار والصفحة هذه نوعدك بلي نطويها مسعود بربي رد بالك على روحك وبنتي فيفي لازم تجيبها لي مسعود راني نبغيك بزاف بابا بابا 20 سنة عايش معك عمرك ما قلت لي هالكلمة وانا زادا نبغيك بزاف بزاف مرتي العزيزة نوعدك نروح نجيب بنتنا ونعاود نرجع وتكوني تاج راسي ان شاء الله تاج راسي هاو بداو لي في دلاموغ بركه ما تبلعت في التونسيه راك كبير اسمعني هذيا بربي اهزها في يدك اللوبيا نستعربك مرتي ما تنسي حتى حاجه ربي يعيشك ان شاء الله عايشك الله يفرحك اي خلي لك الرخصه فوالا جارتي اعطيني كيف هذاك الساشي يعاونيني فوالا خالتي موني طلعي لي في معها هذا واش يصح يتهلا فينا ربي جارتي العزيزه اسمحي لي انا بقرعيجه كيما هذه والله ما نسمح فيها Thank you.
نسقسيك. هذيك الدجاجة اللي التقيت بها في الرواق، منين جبتها؟ شريتها مع عند السردوك، بصح غدا نقولو يرجعها لي، على خاطر أنا ما نقبلش في قصري دجاج عرب. مولاي؟ مولاي بوزلوف. عندي خبر ليك بزاف هايل، وعلى بالي بلي راه رايح يعجبك، وكنت تستناه. ولاتي هضره ولات؟ لا لا. وش هو الخبر هذا منو؟ كنت حابه نقول لك بلي راني بالحمل. شنو؟ ما فهمتش. راني بالحمل. وش بالحمل؟ تسمع هكذا حنا نجمو نسلكو المملكة ديالنا. بصح كيفاش عرفتي بلي كي بالحمل؟ هادو أمور تاع النساء، أنت ما تفهمش فيهم. بديت ندوخ، بديت نرقد بزاف، قلبي يوجعني، راسي يوجعني، وأصلا طبيب تاع القصر هو اللي قال لي، والطبيب تاع المملكة ما راحش رايح يغلط. بابيشا، أنت فخر على عائلتك ومملكتنا. سلكتي مملكة بقرون وكتولي الملكة هيدورة حتطلع فيك. هذا وعدنا. أنا نروح نخبر سكان القصر. مولاي ما كلات راح تخبرها، نخاف من العين. صح عندك الحق، مصير المملكة كامل بين يديك. بصح لازم نخبر الشيخ العاقل والمجلس السري. ياك خليك تايه. الملكة هيدورة ملكة الملوك وعشر المملكات. من اليوم كاين الملكة بابيشا. هذه جات من عند ملك سبع، ملك مملكة الأسود العملاقة. هذا انت واش كاين؟ مولاتي احد الحرس يقول باللي هذيك المراه اللي تقول باللي هي الملكه هيدورا واللي كانوا معاها هربوا كامل من الحبس. اخرجي.